Okay, now we're going to complete the grammar in Unit 4, Connect Plus Second Primary. We've taken in First Primary Comparative. احنا خدنا في First Primary Comparative, لو انتوا تفتكروه. Comparative اللي هو لما بعمل comparison بقارن بين حاجتين. انا مش عارفه انتوا فاكرينه ولا لا, بس احنا هبتدي ادلكوا شويه منه دلوقتي لغايه ما نحاول نعمل ريفرشمنت, نحاول نفتكر كلمه بيج. عارفين كلمه بيج يعني ايه؟ كبير. فانا بقول ايه؟ جوبيتر از بيج, اللي هو البلانيت. فاكرين لما خدنا الحصه اللي فاتت البلانيت, كنا بنتكلم على البلانيت الكواكب. في كوكب اسمه جوبيتر از, ادي نمبر 1, از نمبر 2, لان ده الفيرب بتاعي از بيج, انا بوصفه ان هو بيج. بعد كده قلت ايه؟ The sun, دي برضو تبقى number one, is bigger. حطيت ER. يعني ايه bigger؟ يعني the sun اكبر. كده انا عاملة comparison between Jupiter and the sun. قلت Jupiter is, لان لازم يكون في verb, اللي هو verb to be, is big, لكن the sun is bigger. يعني هي اكبر. تمام؟ طيب. هنقول ده طريقة من الطرق ان انا اعمل comparative. في طريقة تانية هعملها لكم بس بعد ما اخلص الجزء ده. كلمة hot يعني ايه hot؟ يعني حر, حر. بقول Venus is hot, ادي number one, وادي verb to be بتاعي, وقلت الصفة بتاعته انه hot. طيب, لكن بيقولك the sun, طبعا the sun اكيد ان الشمس is hotter, يعني ايه؟ احر من Venus, ده اكيد. زودنا هنا T وزودنا E and R. ليه عملت كده؟ لما بيكون الفيرب, لما بتكون سوري الكلمة اللي عندي اللي أنا بوصفها آخرها حرف ساكن consonant وقبليها حرف vowel. vowel يعني متحرك, بزود آخر حرف تاني وأحط ER. فده اللي حصل هنا مع big و hot. ده consonant هحط عليه C وده vowel. ده consonant C وده vowel. طيب, هنا fit. fit يعني إيه؟ رياضي, حد رياضي. بقول جاك از فيت, بدل جاك ممكن اقول هي. يبقى ادي نمبر 1 اللي هو البيرسون بروناون بتاعه, وده نمبر 2 الفيرب بتاعي از فيت. طب انا عايزه اقارن بين جاك اند جون, فبقول ايه؟ جون ادي نمبر 1 اند از نمبر 2 فيتر, يعني حطيت تي كمان وي ار, يعني جسمه مناسب اكتر, رياضي اكتر. انا عملت ليه تي و اي ار؟ لان هنا زي ما شفنا كونسونت حرف ساكن وقبليه فاول اللي هو الاي. طيب هنا ثين, ثين يعني رفيع. قلت ايه؟ ماي كات, قطتي ادي نمبر 1, لان انا قلت لكم دي اسمها بوسيسيف ادجكتيف, از نمبر 2 ثين, يعني قطتي رفيعه. لكن انا بقول لك ان يور كات, قطتك انت دي نمبر 1, واز الفيرب بتاعي از ثينر, ارفع. بقارن بين قطتي وقطتك. طب عملت ليه برضو ان اي ار في الاخر هنا لو خدنا بالنا, زي ما عملنا هنا كده وزي ما عملنا هنا كده وهنا, علشان هنا في حرف consonant and a vowel, فبالتالي زودت اخر حرف وحطيت اي ار. طيب close, close يعني قريب. يبقى انا قلت Venus ده برضو واحد من البلانيت اللي هي نمبر 1 بتاعتي, و is اللي هو verb to be اللي بيبقى دايما تاني واحد, is close, Venus is close يعني قريب. لكن بيقول لك بعد كده Mercury ادي number one بتاعي, و verb to be is بتاعي is closer, اقرب. زودت حرف التاني الاخير؟ لا. ليه؟ لان اخر حرف كان عادي, زودت مجرد ال R, لان اخر حرف اللي هو ال E اللي هو الفاول, ما ينفعش احط E تانية و R, فحطيت ال R على طول. طيب نشوف اللي وراه. كلمة far, far هنا Mars is far, Mars number 1 و far number 2, خلاص سوري is number 2 و far اللي هي بعد كده. Mars is far, ده planet بعيد. مين الابعد منه؟ Neptune is farther. هنا دي مختلفة شوية, حطيت لها تي اتش اي ار لانها من الحاجات الريجولر يا ولاد. يعني ايه الريجولر؟ يعني حاجات شاذة في الانجليش, دايما بتبقى في قواعد شاذة, دي حاجة منهم, بتبقى الفار بتبقى farther. طيب cold, cold يعني برد, خلاص. بقول United States يعني امريكا, بتكلم على امريكا, دي نمبر 1, is ده الفيرب بتاعي نمبر 2, cold برد. طب ما مين الابرد؟ قلنا نبتون, نبتون دي نمبر 1, is الفيرب بتاعي colder, حطيت اي ار في الاخر علشان كده انا بقارن بين United States of America and نبتون. اوكي, now we're going to continue the comparative.
Remember I told you there are two ways making comparative. احنا عندنا طريقتين احنا نعمل الكومباريتيف او الكومباريزن بين تو ثينجز اللي هو نقارن بين حاجتين. مره عملت قلت مثلا Jupiter is big وبعدين قلت the sun is bigger. يبقى انا عايز اقول ان السن اكبر من Jupiter. هقولها ازاي؟ هقول the sun عشان اخليها جمله واحده، بعد ما كانوا جملتين انا هخليها جمله واحده. يبقى the sun ادي نمبر 1 بتاعتي is الفيرب بتاعي. تمام، عملت ايه يا اولاد؟ حطيت bigger اللي انا بعملها bigger، حطيت كلمه than وحطيت Jupiter اللي هي كانت فيها مقارنه بينها وبين السن. مش انا في الاول قلت Jupiter is big full stop، بعد كده قلت the sun is bigger، انا عايزه اخليهم جمله واحده، فبدات بال the sun لان the sun is bigger than Jupiter. هوريكم في المثل التاني ناخد بالنا اكتر. كلمة thin، thin يعني رفيع، فكل لما كنا بنتكلم على القطتين قطتي ارفع وقطتك ارفع والكلام ده وكانوا جملتين منفصلين، عايز اخليهم قطة سوري جملة واحدة، فبقول ايه؟ your cat ادي number one، verb to be is هحط thinner than my cat اللي كانت جاية في أول الجملة، يعني أول الجملة أخليها آخر الجملة. طب fit، فاكر لما كنت بقول جون وجاك واحد منهم جسمه رياضي اكتر من التاني خليتهم في جمله واحده، قلت جون نمبر 1 از نمبر 2 فيتر ذان جاك اللي كان في اول الجمله. طيب ناخد دول كده نعملهم مربع عشان يبقى كلامنا مفهوم. هنا اهو كولد، فاكر لما قلت نبتون وكنا بنتكلم على جوبيتر مين فيهم كان ابرد من التاني، كل واحد كان تو سنتنسز هنعملهم في 1 سنتنس. هنا نبتون ادي نمبر 1 is number 2 colder than Jupiter. دايما لما بحط colder fitter thinner bigger وانا حطها في جملة واحدة بحط كلمة than. than دي لازم لما بحطها في جملة واحدة، لكن لو جملتين ما بتتحطش. fat، مفاكرين لما قلنا ممكن نتكلم مثلا اخويا او بابايا حد اتخن من حد تاني، فممكن اقول ايه؟ your brother اخوك دي number 1 is number 2 fatter than my brother. يبقى اخوك اتخن من اخويا، وما انساش الفيرب عشان كده بقول لك نمبر 2 هو الفيرب، وذان لازم بتيجي في المقارنه بين حاجتين في جمله واحده. hot، انا قلت هنا مكسيكو حر، يعني يبقى مكسيكو نمبر 1 is hotter than كايرو، يعني مكسيكو احر من كايرو. كده انا عملت الجملتين في جمله واحده وحطيت verb to be وحطيت مع الكلمة اللي بحط فيها ال ER كلمة than وحطيت الكلمة التانية اللي كانت في الأول لما كنت بقارن بين حاجتين. Okay, now I wrote you some things to answer. بدأت كتبت لكم حاجات عشان تحلوها، يا ريت نسيبها في الكومنتس الحلول علشان نشوف مين الولاد الشطار والبنات الشطار اللي بتحل معانا. أول حاجة choose، خدنا كلمة choose lots of time before. choose يعني أختار. number one my brother is big bigger دي ولا bigger دي than my sister، مين فيهم هختار؟ يا دي يا دي. number two my dog is fatter دي ولا fatter than your dog، which one اختار مين فيهم؟ number three his cousin is thinner دي ولا thinner than me، دي ولا دي. number four my son is smart ولا smarter than yours، دي ولا دي. number five their cat is nicer ولا nicer than your cat، ناخد بالنا من السبيلنج من الاستهجة، دي ولا دي. number 6 she is happy ولا happier than myself، دي ولا دي. number 7 they are shorter ولا shorter than my son، which one the spelling is right، اني واحد السبيلنج بتاعه صح، دي ولا دي. number 8 we are sadder ولا sadder than them، الكلمة دي ولا دي، يعني احنا زعل هم احنا زعلانين، يعني احنا زعلانين اكتر منهم. لو في اي حاجة مش فاهمينها في الجمل، طبعا my brother اكبر من my sister، my dog اتخن من your dog، ابن عمي او ابن يعني ايا كان في يعني وجوده في العيلة ايه ارفع مني، my son اذكى من ابنك، قطتهم الطف من قطتك،
هي سعيدة أكتر من مني، هم أقصر من my son، زي ما قلت إحنا زعلانين أكتر منهم. نشوف ونحل. باي.